اكتر. فيلم احداثه بتدور في عماره، العماره فيها سكان، العماره فيها بواب، العماره فيها بنك، العماره فيها شقه مش ولا بد، العماره فيها سطوح، في فرح، كل اصحاب كل سكان العماره بيبقوا معزومين فيه. وكانت ليله وكانت ليله الفرح فوق السطوح، كل الناس موجودة. واحدة من الأغاني اللطيفة اللي موجودة في الفيلم. الرجل الأخطر، تقسيم الأدوار كان فيه ناس كتيرة بتمثل في الفيلم، الفنانة الكبيرة هالة فاخر، أسماء كوميدية مهمة جدا، سليمان عيد، إدوارد، دكتور أحمد. ما كانش فيه حساسيات في تقسيمة الأدوار ومين هياخد إيه ومين مش هياخد إيه؟ لا خالص. هو ومعانا برضو الاستاذ لطفي لبيب. طبعا الفنان الكبير لطفي لبيب طبعا. لا اعتقد ان كل حد حابب دوره وحابب المجموعه. يعني لو الدكتور احمد مش حابب الدور ولا حابب مين اللي هيبقى حواليه ما كانش هيجي يعني. وهي ما بتتقاسش برضه استاذه منى بالادوار مساحتها عامله ازاي او مش مساحتها عامله ازاي. يعني انا كنت ببقى مستمتع جدا في المشاهد اللي انا هشتغل فيها مع ادوارد، او المشاهد اللي فيها سليمان وانا مش موجود فيها، قاعد بتفرج على سليمان مبسوط بضحك. يعني سليمان من الناس اللي بيموتوني ضحك، بيموتوني ضحك. وهو عامل ضحك في الفيلم ده، هو وإدوارد يعني هم راسين الحرب. وفي ضحك بقى الناس ما شافتوش ورا الكواليس. يعني المشهد اللي بيصور في الشارع ده، في مشهد اول ظهور سامح في الفيلم وانا البواب العماره، فجايفه بكلمه عن العماره دي بقول له ايه؟ العماره دي ليها 10 سنين ما حدش عارف مين صاحبها. فعدى واحد من الشارع خالص ما نعرفوش خالص، دخل في الكادر اصلا، الكاميرا بعيده اصلا خالص، وانا وسامح واقفين الكاميرا واخدانا من بعيد، فده واقف جنب قال لي ولا هتعرفي يا صاحبي. فاكر يا سامح؟ انا اليوم ده انا لدرجه ان بحسبه سليمان هو اللي جايب متفق معاه الراجل ده ومتفق معاه ان ده افيه يعني. فانا بضحك، انا الوحيد اللي بضحك بحسب ان ده افيه يعني. ولقيت سليمان اتضايق لان الدنيا شمس وبتاع، ايه يا حاج انت ايه اللي جابك؟ دخل في حديث قرفه الفيلم. القرفه حلوه يعني بتاعت الفيلم، القرفه فعلا حلوه. وادوارد كان شغال حفر طول الفيلم. ده احنا كنا مزنوقين زنقه. في الديكور. ادوارد في وهو عايز يعمل ايه يعني؟ يعمل تمويه ان هو مش حرام يعني. فجاي بالعده بتاعه الحفر وبالتيشيرت بتاع الحرام. قولوا لي، هادي وديع في التصوير ولا هايبر؟ يعني ادوارد انا بحس ان هو شقي، بس ما اعرفش اذا كان ده. لا والله متهيألي ما. لا هو بيعمل سعاده في الكواليس. انا سعيد، انا ما بقعد معاه ما بحسش بالوقت، لانه على طول فيه هزار وعلى طول فيه ضحك، فده مهم جدا في الكواليس. اولا اللي ورا الكواليس لو العمل نفسه، حتى احنا عملنا كويس الحمد لله، بس بقول لك لو حتى من ايام المسرح لو العمل ضعيف والناس حابه بعض، صح، بيقوموا الدنيا، بيقومها، بنعرف الحته الوحشه بنعدلها. هي على فكره المهنه دي مهنه قاسيه جدا ومتعبه جدا، واجمل ما فيها هي التغيرات والزماله والتالف اللي بيتم ده. ان لو ما حصلش الهرم ده واحنا نبقى كويسين ومنسجمين، انا لو ما انسجمتش مش هعمل حاجه حلوه. فلازم انا تملي ادلع نفسي. قولي حسيت بالجماهيريه الكبيره جدا اللي حصلت في ادوارك للمسلسلات اللي تابعوها كتير اطفال اكتر؟ يعني مش عايزهم مسلسلات اطفال بس، يعني نيلي وشريهان. يعني انا فوجئت بالرد الفعل بتاع نيلي وشريهان بصراحه. يعني ما كنتش متصور ابدا ان هيبقى ده رد الفعل. انا مره داخل عماره يعني عندي ناس حبايبنا، فالاسانسير فتح، فواحده واقفه معاها طفله صغيره، طفله، فراحت بصت لي كده قالت قلبها كان هيقف. عم بوندا. والله عم بوندا. كان خدتها وطبطبت عليها وبتاع، هي مش متصوره ان ممكن تشوف عم بوندا معاها في الاسانسير.